أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم عن وفاة صاحب سمو الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود. وذكر الديوان في بيان أنه سيصلى على الفقيد يوم غد الاثنين بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة. الله يرحمه ويتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه في سيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وخبر وفاته محزن للكثير من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن حزنهم على الفقيد وخالص عزاؤهم للأسرة، كما نعى الأمير نايف بن ممدوح بن عبد العزيز آل سعود من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله صاحب السمو الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود وغفر له وأسكنه في سيح جناته. الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين يا رب العالمين.